يشارك وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين في الفعالية التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، والتي تقام في الفترة من 3 حتى 7 أكتوبر الجاري في دولة الكويت، بمشاركة عدد من النواب والقيادات الكشفية العربية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي، عضو مجلس الشورى. أهلا بك سيد الكريم. سيد رضا، ما أهمية مشاركة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في هذه الاحتفالية الكشفية العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. طبعا في البداية حاب أن أشكركم على هذه الاستضافة عبر الهاتف. في البداية لابد أن نؤكد حرصنا على المشاركة في الاجتماعات والفعاليات والمحافل البرلمانية والتواجد عن كثب للمشاركة والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات البرلمانية الناجحة والمساهمة التشريعية في دعم أهداف التنمية المستدامة. وانطلاقا من الدور المفصلي الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية، نشارك في الاحتفالية التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بمناسبة تسمية رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم رئيسا فخريا للاتحاد خلال الاجتماع 13 للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي الذي أقيم في سبتمبر الماضي في جمهورية مصر العربية. وتكمن الأهمية في أن 60 نائب وقيادي كشفي يمثلون 16 دولة عربية وخليجية يشاركون في احتفالية الاتحاد الكشفي، وهو ما نجده ترسيخا للحضور الفاعل والمعزز للتكامل البرلماني والتشريعي الخليجي والعربي في شتى المجالات. طبعا نحن نسعى جاهدين لتفعيل التعاون مع الاتحاد الكشفي من أجل وضع المزيد من البرامج والمشاريع المشتركة التي تحقق الأهداف السامية للحركة الكشفية، والعمل على تحقيق المزيد من التنسيق لسن المزيد من التشريعات والقوانين التي تخدم شريحة الشباب وتبحث مشكلاتهم وتعمل على إيجاد الحلول الناجحة لها. طبعا البحرين تشهد مملكة البحرين حراكا بارزا في دعم الشباب والارتقاء بدورهم في مختلف المجالات التنموية. نعم، كل التوفيق لكم في هذه المهمة. شكرا لك سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي، عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.